من أهم القصص الإخبارية اليوم هو اتجاه الدولة للاستثمار في التعليم للطبقة المتوسطة، وده تحول خطير وهام جدا، ثورة جديدة، لأن زي ما عملنا ثورة في الصحة كان ناقصنا التعليم. بنتكلم في التعليم طول الوقت النهاردة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ أيمن سليمان رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي شهد مراسم توقيع تأسيس منصة لايت هاوس للاستثمارات التعليمية برأس مال مستهدف 1.75 مليار جنيه. المنصة دي هدفها الرئيسي الاستثمار في التعليم اللي بيستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة لايت هاوس التعليمية من خلال إنشاء بنعمل مدارس جديدة ونطور المدارس الموجودة ومرحلة أولى ثم مراحل. تعالوا نفهم هذا الاتجاه الجديد من الأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي. أهلا وسهلا أستاذ أيمن. أهلا بيك يا خالد. أهلا بيك أستاذ أيمن. حضراتكم أعلنتوا النهاردة أن المنصة دي بتستهدف الطبقة المتوسطة وأن هيكون ليها يعني خدمات للمواطنين كثيرة في مجال التعليم. ياريت توضح لنا إزاي، إيه هي الخدمات اللي هتروح للطبقة المتوسطة وإيه هي الأشياء المدرجة في مهام هذه المنصة الجديدة؟ تمام. هي منظومة التعليم منظومة فيها جوانب كتير. جوانب الأساسية اللي هي مبنى المدرسة، الفصل المدرسي طبعا، وحديثا دخل عليها عنصر التكنولوجيا والمكونات التكنولوجية والمناهج انها تبقى قابلة لانها تتحرك ما بين البلاتفورم الالكتروني والفصول او الحضور باشخاصهم. فكل المجالات دي محتاجة ان المدارس تتبني بهذا المنظور النهاردة عشان يبقى عندنا استدامة في التعليم. وده تحول المدارس كلها اضطرت انها تتقبله وتتجه اليه، وبقت دلوقتي عناصر اختيار اولياء الامور للمدارس هي قابليه المدارس انها فعلا تتخطى هذه العقبات ان شاء الله لا قدر الله حال وجودها، ويعني تبقى عندها دايما استدامه او قابليه التواكب مع التكنولوجيا الحديثه. فده عنصر حوالين منظومة الدراسة. هي منظومة إدارية بشكل أول، غير المنهج، غير نوع المنهج، هو جودة التعليم هي في تتمحور في جودة المدرسين والهيكل الإداري اللي بيدير هذه المنظومة. فدايما كل الأسر المصرية بتعاني طول عمرها من الدروس الخصوصية، من أنا بروح مدرسة تجريبي ولا أروح مدرسة خاصة، ولو أنا رحت مدرسة خاصة بس سمعتها مش قد كده بضطر أدفع دروس، فبدفع مصاريف وبدفع دروس. دي التحديات اللي بتواجه الأسرة المصرية في شتى الطبقات حتى بما فيها المدارس الدولية. فالمنتج التعليمي لازم يتغير ولازم يتبص نظرة يعني عميقة في المنتج التعليمي، لأن المدرسة مش بس يعني فصل ومنهج، ولكن هي خبرة ونشاط ثقافي ونشاط تعليمي ونشاط اجتماعي، هو ده اللي بيكون شخصية الطالب وبيكبره ويطلع شخصية. لايت هاوس بقى هتعمل ايه يا أستاذ أيمن؟ احنا بالمنظور الشامل ده أهم مكون بعد كل الشرح اللي أنا شرحته ده هو من لديه القدرة على إدارة هذه المنظومة، وإن هو يشوف مكوناتها ويوصل لمستوى من الكفاءة في كل مكون من هذه المكونات عشان يدي منتج تعليمي مكتمل الجوانب والأركان وبجودة عالية. وكل ما السكيل بتاعه فيه هي اقتصاديات الحجم دايما بتبقى بتوفر. لو بتعمل خمس مدارس في نفس الوقت والخمس مدارس دول بقى عندك إدارة موارد بشرية واحدة، بقى عندك إدارة تكنولوجيا واحدة، بتقدر توفر في المصاريف او التكلفه الراسماليه. ففي الحاله دي تقدر تدي نفس الخدمه التعليميه ولكن بمستوى مصاريف اقل. طب ده يا فندم بالتوازي مع وزاره، يعني كل الحاجات دي بتتم بالتوازي مع وزاره التربيه والتعليم، ولا ده كيان مستقل تماما ملوش اي علاقه بوزاره التربيه والتعليم، وخصوصا انتوا بتتعاملوا مع المدارس الحكوميه؟ يعني ده كيان مش مدارس حكوميه، دي مدارس قطاع خاص، مدارس خاصه، وطبعا هتبقى تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم، والعملية الرقابية بتتم بشكل واضح. ولكن هو مصر محتاجة مستثمرين يضخوا استثماراتهم في
او محتاجه ان القطاع الخاص، مش هقولها من ناحيه استثماريه، القطاع الخاص محتاج هو يتوجه ان هو يضخ استثمارات في اداره مدارس خاصه، لان المدارس كمنظومه تعليميه النشاط ده ممكن يكون له هامش ربح، هو مش لازم تبقى منظومه مدعمه، بالعكس فهي ممكن تبقى هادفه الربح، ولكن نسبه الربح لما بنخاطب قاعده اعرض بنخاطب ملايين الطلبه بدل ما بنخاطب الاف الطلبه اللي هم مثلا الطبقه الغنيه اللي كل المستثمرين والمدارس الخاصه بتحاول تخاطبهم وتجتذبهم، ولكن في قاعده عريضه مش بتلاقي نفس الاهتمام، ولكن انا ممكن ابقى بكسب جنيه بس بكسب جنيه في كام مليون بدل ما اكسب 10 جنيه ولكن في كام الف. ده منطق الاستدامه اللي هي يبقى فيه استدامه في الاستثمار ولكن بضمير استثماري بيخاطب قاعده اعرض وفعلا بيحل ازمه من ازمات الاسر المصريه في جوده التعليم وفي المصروفات بتاعه التعليم، فعلى الاقل كده يبقى اولياء الامور عارفين بيدفعوا المصروفات هذه المدرسه وبياخدوا منتج تعليمي كامل، مش محتاج يروح لدروس خصوصيه، مش محتاج يفكر انا هجيب لابني مدرس خاص. طيب استاذ ايمن، احنا كده بنتكلم عن فكر في بيزنس وفكر لحمايه التعليم وصناعه جوده تعليم افضل في القطاع الخاص. هو ضمير استثماري بالظبط كده. أيوة. زي ما بتقول هو بيزنس ولكن عنده بعد ضمير استثماري، وهو ده ضمير استثماري. لايت هاوس هنا دورها بقى دورها انها تجمع رجال اعمال، انها تشتري مدارس ولا تطور مدارس قائمه بالفعل؟ هل راس المال الموجود المليار وال 75 مليون دول؟ لا هو مليار 750. مليار 750. طيب المليار 750 هل ترى انه مبلغ كاف ام انه في المرحله الاولى ده اللي بتستهدفوه لكن المشروع هيكبر وهنزود راس المال؟ ده اكيد هو المستهدف هنا، هو راس مال المشروع دايما بيبقى فيه لسه بيبقى فيه عنصر من التمويل البنكي للمنظومات، وخصوصا اي منظومه فيها جزء عقاري زي المبنى بتاع المدرسه ممكن تلاقي مطور عقاري يقول انا هبني المدرسه وشركه الاداره اللي هي شركه منصه لايت هاوس هي اللي تقدر تاجر هذا العقار وتستغله كمدرسه وتدفع قيمه ايجاريه للمطور العقاري، فده بيقلل احتياج راس المال. فراس المال اللي هو المليار 700 ده ممكن تقول ان حجم المدارس اللي هتتبني براس المال ده قد تكون اضعاف من هذا المبلغ. طيب. عشان اليه الـ الاستثمار وعشان ما هي منظومه متكامله. يعني عند مستثمر مقاول مطور عقاري فيها موارد تكنولوجيا، فيها موارد بشريه، فيها مشغلين، فيها مراقبين للجوده، وطبعا القاعده الاساسيه هي المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال اللي احنا بندعوهم ان هم يستثمروا جنبا الى جنب مع الصندوق السيادي والمؤسسات الماليه اللي شرفنا بان احنا بنشاركهم في اطلاق هذه المنصه. طيب اسمح لنا يا فندم، النهارده تم الاعلان على ان في اكثر من مرحله، المرحله الاولى بتستهدف محافظه القاهره والجيزه وبعد كده تدخل مراحل اخرى اسكندريه بورسعيد وكل الاشياء اللي تم الاعلان عنها. هل يا ترى في خطه زمنيه موازيه للمراحل اللي تم الاعلان عنها دي؟ امتى بالظبط هتبتدوا يعني، وامتى هنشوف فعاليات حقيقيه موجوده على ارض الواقع في المحافظات بالمراحل اللي انتوا اعلنتوها دي؟ طبعا هي مراحل الاكتتاب الاولي الاغلاق المالي الاول هو 500 مليون جنيه ان شاء الله، ونوصل في المرحله الثانيه او وعلى حسب بقى شهيه الاستثمار والاكتتابات اللي تتوالى للصندوق ده هنتوسع، ولكن هي خطه الاستثمار هي مبنيه على اساس بناء قاعده اوليه لمجموعه من المدارس، لما بتبتدي وهي دي اللي هي اقتصاديات الحجم، لما بتبتدي بمجموعه مدارس 10 مدارس، لما 10 مدارس دول يقدروا ويبقى عندهم عدد الطلبه الكافي لتشغيلهم بنسبه اشغال عاليه، بتبتدي عمليه التوسع والاطلاق بتكبر، لان هي بقى فيه زي اللي هي المضاعف الارباح اللي بتيجي من المدارس دي بتخش تستثمر في اداره وتطوير مدارس اخرى وهكذا. والمستهدف عشان استاذ خيري لما كان بيسال في الاول، هو المستهدف الاساسي هو اضافه فصول جديده لمنظومه التعليم في مصر. يعني مش بس اداره مدارس موجوده ورفع كفائتها، ولكن الاهم من كده هو اضافه فصول جديده، لان هو ده اللي مصر محتاجاه. منظومه التعليم محتاجه فصول اكتر عشان كثافه الطلبه تقل، فجوده التعليم تعلى، وده علاقه طبيعيه ومنطقيه،
وده هو المستهدف الرئيسي لهذه المنظومة. وده طبعا بشكل يتناسب اقتصاديا مع الوضع بتاع الطبقة المتوسطة اللي احنا بنتكلم عليها في ظل طبعا حضرتك عارف المتوسطات. مليون في المية. وهو كفاءة الإدارة والاختيار الأهم بالنسبة لشركاء الاستثمار التحالف اللي دخل وابتدى يدعم هذه المنصة هو اختيار شركاء الاستثمار ومن القائمين على الإدارة وخبرتهم ومدى خبرتهم في إدارة عملية التعليم اللي تخاطب هذه الشريحة بكفاءة، وإن هو يعرف إزاي يستغل قدرات المدرس أفضل بأفضل طريقة، وفي نفس الوقت يبقى المدرس بيتلقى يعني أجر أو يعني جزء من المنظومة، وعنده من الاكتفاء اللي ما يخليهوش يضطر ان هو يحط وقت في دروس خصوصية او في اي نشاط خارج المدرسة. احنا هنتابع معاكم ثمرات. انا عايز اسال سؤال، انا عندي سؤالين لايمن بيه. انا اسف جدا حضرتك، بس انتوا قلتوا ان المنصة دي تحالف بيضم صندوق مصر السيادي، بنك مصر، القبضة للتأمين، بنك قناة السويس، كلها مؤسسات كبيرة، واللي فهمته من كلام حضرتك ان الفرصة متاحة للمستثمرين. طب غير المستثمرين، لو انا مواطن عندي مليون جنيه، هل من حقي ان انا استثمر معاكم؟ شايف مستقبل التعليم، عايز استثمر طبعا في جهة لها ثقة زي الصندوق السيادي، انا مطمئن للاداره وللتوجه، ده بزنس كبير، انا عارف ان اي حاجه في الدنيا عايز تنجح لازم تفكر بمنظور البزنس، المكسب والخساره. هل متاح للمواطنين انهم يدخلوا يساهموا يستثمروا معاكم؟ الاتاحه هتيجي من طريقين. في طريق شركه اداره الصندوق وتلقي الكتاب، ايوه، وشركة مصر كابيتال أحد الشركاء وهي قائمة على عملية الإدارة، وطبعا في أحد بنوك الاستثمار شركة بلتون هم برضو قائمين على الترويج للمشروع. فمن من الناحيتين دول تقدر تتلقى، يبقى في قدرة تلقي عروض أو تلقي طلبات المستثمرين. بالنسبة ده بالنسبة لإطلاق الصندوق والمنظومة. تمام. الأوبشن الثاني جاي كمان، وده في خطتنا من اول يوم، ان هذه المنظومه المستثمرين اللي بيخشوا النهارده ده استثمار مغلق، يعني اللي هو اسمه برايفت اكويتي. برايفت اكويتي بتبقى راس مال مغلق ومش مدرك في البورصه، ولكن التخارج بتاع المستثمرين هياتي عن طريق البورصه ان شاء الله في اخر مرحله التطوير ان شاء الله، مع نهايه عمر الصندوق. طيب سؤالي التاني وملوش علاقة بالموضوع، ولأن الوصول إلى حضرتك صعب لأن مشاغلك كتير وإحنا في مراحل تأسيس، فأنا عارف الجهد الكبير اللي بيتعمل. آخر تطورات مجمع التحرير ومبنى الحزب الوطني القديم إيه؟ مجمع تحرير يعني في مراحل يعني مشجعة جدا. إحنا الحمد لله بعد ما انتهينا من عملية تلقي العروض من المطورين، احنا بندور على مطور عام للمجمع بحيث يبقى شريك معانا في إدارة منظومة المكونات المختلفة لتطوير المجمع، اللي هي قلناها قبل كده في مكونات دراسة السوق أفرزتها والتقت رؤية مجموعة كبيرة من المطورين ان هي دي فعلا المكونات المنطقية في هذه المنطقة وفي هذا المبنى، اللي هي مكون فندقي، شقق فندقية، مكون إداري، مكون خدمي، مكون تجاري. وطبعا عشان تخدم هذه المكونات هيبقى عندك مكون يعني مطاعم او اف ام بي زي ما بيقولوا. نعم. فالمطور العام هو شهرته الاساسيه هي الاستثمار في تطوير المبنى وتاهيله لاستقبال هذه النشاطات، وفي نفس الوقت هيبقى هو اللي بيدير معانا اداره العلاقات مع المطورين المختلفين بقى ما بين شركه اداره الفنادق او شركه اداره المكاتب او المكاتب الاداريه وهكذا. فالمرحله اللي احنا وصلنا لها النهارده، احنا حاليا بنفاضل ما بين مجموعه الحمد لله كبيره من العروض تلقيناها. مصريه ولا خارجيه يا فندم؟ الميكس مشجع جدا، دوليه ومحليه، دوليه أذن غربيه عالميه وعربيه ومحليه. طيب كويس قوي. فالميكس ده مشجع جدا. وانت يا فندم هيتم الانتهاء كسؤال الاخير؟ هتحذو نفس هذا الحزب باذن الله في خلال يعني اسابيع قليله باذن الله. ومقر الحزب الوطني؟ ما انا بتكلم على الارض الحزب الوطني. اه هتحذو هذا نفس الاتجاه يعني. احنا عايزين نطلق
أيقونة في سماء القاهرة، يعني الأرض دي عشان موقعها المتميز ده طبعا عنصر الاختيار هنا مش هيبقى بقى بس العائد على رأس المال ومين هيحط فلوس أكتر ويبقى مزاد، لا بالعكس الأهم عنصر هنا هو إنها مين اللي هيبقى جايب بالإبداع والرؤية اللي تدي إضافة لسماء القاهرة، لأن طبعا في مباني حديثة ظهرت على سماء القاهرة ما بين أبراج إدارية ما بين فنادق، احنا عايزين يبقى في فعلا إضافة لأي كاريكاتير بيترسم للقاهرة يضاف جنب برج القاهرة وجنب القلعة وجنب الأهرامات، يضاف إلى هذا السكاي لاين كده، يضاف إليه أيقونة جديدة إن شاء الله في سماء القاهرة. بدأتوا تتلقوا بالفعل عروض فيها يعني رؤية بره الصندوق وكده؟ احنا بالظبط كده، وبنعمل احنا كمان شغلنا بقى ان احنا نداعب خيال المصممين العالميين في ان احنا فعلا نطور منظومة للتصميم خارج الصندوق زي ما حضرتك بتقول. ده كلام مطمئن جدا يا ايمن بيه، يعني ربنا يوفقكم، كله كلام فيه تفاؤل، فربنا يوفقكم ان شاء الله. بنشكر الأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.